طبعا في مفاجأة جميلة أنه التقينا بعائلة كاملة جايين يستمتعون بالسودة من سوريا. أهلا وسهلا فيكم. عرفني باسمك. أحمد عثمان بليتي. سمية جواد. عمار أحمد. إيسا أحمد. أهلا وسهلا فيكم. سبق جيتوا السودة قبل كذا؟ من حوالي سنتين بالعيد جينا فعاليات، لكن بصراحة الفرق كتير كبير. سمعنا عن الفعاليات بس ما توقعنا بهالمستوى العالي، بهالتنظيم، بهالدقة، بالمواقف، بالحضور، بالشركات، بالنقل، بالتنظيم. تنصح الناس اللي خارج المملكة أنهم يزورون هذه المناطق؟ أكيد لا، أنصح الناس أول داخل المملكة، لأنه دائما هم الناس للأسف يطلعوا خارج المملكة. يعني كتير من الناس ما يعرفون الفعاليات هذه، وأنصح الناس أكيد من خارج المملكة يجوا يشوفوا المنطقة اللي هي فعلا تزار، يعني بجوه بفعاليات اهل الاضافيه. جميل. افضل مدام، ايش اكثر شيء عجبك في الفعاليات هذه اللي شفتها؟ والله كله مرتب، حلو، منظم. تنظيم الباصات، الشباب اللي عم بيساعدوا بالتنظيم كمان كثير كانوا رائعين متعاونين. كله ما شاء الله، يعني كله على اكمل وجه كامل، يعني ما شاء الله. ايش اكثر شيء عجبك؟ أكثر شيء عجبني من الفعاليات هي الزبلاين، لأن حركة جديدة، والرافعة. جربتها؟ لا والله ما أقدر. عندك رغبة؟ طب بابا قال لك لا يعني؟ لا، عشان وزني. أوكي، ممكن تطير خلاص. لا، دائما السلامة يعني حليفكم. إيش أكثر شيء عجبك؟ في ألعاب جديدة يعني ما شفتها ولا مرة، ولكن شغلات حلوة تسلي الواحد.